حققت البكره الطويله لمالكها سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد ال خليفه المركز الاول في الشوط الخامس من اشواط الرموز الصباحيه لقاء ابكار ضمن مسابقات مهرجان الملك عبد العزيز الابل بنسخته الخامسه وقد اهدى اسم الشيخ محمد بن سلمان بن حمد ال خليفه هذا الفوز الى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله والى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقد أعرب اسم الشيخ محمد بن سلمان بن حمد عن فخره بما حققته البحرين من نتائج خلال مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الخامسة وهو ما يدلل على ما تتمتع به الموروث الشعبي من اهتمام وإقبال من قبل الشباب البحريني الذي يدلل على تمسكه بموروث الآباء والأجداد منوها بما يليه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله من دعم ورعاية للرياضة بشكل عام وللموروث الشعبي الذي كان له الاثر الكبير في تعزيز ارتباط ابناء البحرين بهذا الموروث الغني بالتراث الفريد مشيرا الى اهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالرياضه والشباب والحرص على تمكينهم من اجل تحقيق المنجزات في كافه المحافل منوها بما يحظى به الموروث الشعبي من اهتمام من سموه وتوجيهه المستمر للحفاظ عليه كارث ثقافي يمثل هويه المجتمع البحريني وقال سموه ان ابناء مملكه البحرين يثبتون دوما انهم اهل للانجازات في كافه المحافل عبر ما يحظون به من رعايه واهتمام من جلاله الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتوفير الفرص امامهم من اجل رفع اسم البحرين عاليا وهو ما انعكس على سمعتها في التميز والابداع في كافه المجالات. مشيرا إلى أن ما حققته البحرين في مهرجان الملك عبد العزيز لسباقات الأبل يأتي كإنجاز جديد يضاف لسجل إنجازاتها على كافة الأصعدة كما هن سمو الشيخ محمد بن سلمان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بفوز جبل دخان وإنجاز ملك سموه في المركز الأول في الشوطين الأول والثاني من أشواط الرموز الصباحية سن الحقائق ضمن المهرجان وأعرب سمو الشيخ محمد بن سلمان عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم مسابقات مهرجان الملك عبد العزيز للأبل بنسخته الخامسة على حسن الضيافة والأعداد والتنظيم الأمر الذي انعكس على سباقات المهرجانات الذي سباق المهرجان الذي جمع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووفر الفرصة لتبادل الخبرات بما بينهم متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في النسخ المقبله من المهرجانات بما يحقق تطلعاتهم